هي القاهرة الخديوية زي ما نشوف دلوقتي، هي دي منطقة وسط البلد، ودي 75% من القاهرة الخديوية. منطقة وسط البلد دي شارع بقى طلعت حرب، أصيلين، سليمان باشا، ده 75% من القاهرة الخديوية. القاهرة الخديوية إجمالا بتضم 1163 عقار تاريخي، أو اللي احنا بنقول عليه يعني ليه طابع معماري مميز، وده غالبا في أحياء غرب ووسط القاهرة. من ضمن ال 1163 في 994 عقار ده ذو طابع معماري مميز في عابدين وغرب القاهرة فقط. طبعا احنا زي ما شايفين المصدر ده جهاز التنسيق الحضاري. حقيقة مشروع تطوير القاهرة بدأ سنة 2009، والمحافظة الحمد لله انتهت من ترميم 200 عقار. ال 200 عقار دول كلفوا كام؟ كلفوا 120 مليون جنيه، من اجمالي قد ايه؟ من اجمالي 500 عقار، يعني النسبه لا باس بها بالمره، وده كان تمويله من اتحاد البنوك ومنظمات المجتمع المدني وجاري تطوير بقيه العقارات.